عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم إجازة ممتعة. حان وقت التعلم عن بعد، فهل أنتم جاهزون؟ حسنا، هيا بنا نبدأ. اليوم يا أعزائي سنتعرف على سايبر سيفتي. What is the meaning of cyber safety? It means it's important to stay safe online. حسنا، يجب علينا أن نقوم باتباع بعض من القواعد لكي نكون بأمان عند استخدامنا لجهاز الكمبيوتر والإنترنت. ولكن ما هي القواعد؟ The first thing you should to create a strong password. يجب عليك أن تقوم بعمل password خاص بجهاز الكمبيوتر. The second thing you should to log out after using the computer. يجب عليك أن تقوم بغلق جهاز الكمبيوتر بعد الانتهاء من استخدامه. The third thing you should to tell your parents. يجب عليك أن تقوم بإخبار والديك في حالة استخدام جهاز الكمبيوتر، وإذا حدث أي شيء يجب عليك أن تخبر والديك. الآن تعرفنا على الأشياء التي يجب علينا اتباعها، وهي you should to create a strong password. يجب عليك أن تقوم بعمل password. ثانياً، you should to log out after using the computer. يجب عليك أن تقوم بغلق جهاز الكمبيوتر. And the third thing, you should tell your parents. يجب عليك أن تخبر والديك في حالة استخدام جهاز الكمبيوتر. حسناً، وهناك بعض الأشياء التي لا يجب علينا القيام بها. ما هي هذه الأشياء؟ دعونا نتعرف عليها. أول شيء، لا يجب عليك أن تخبر أحد بالباسورد الخاص بك. You shouldn't share your password with anyone. And the second thing, you shouldn't talk to people you don't know. لا يجب عليك أن تتحدث لأي شخص لا تعرفه. The third thing, you shouldn't download unknown things. لا يجب عليك أن تقوم بتحميل أي شيء من الإنترنت لا تعرف مصدره، فربما يسبب الضرر لجهازك الكمبيوتر. حسنا، إلى الآن تعرفنا على الأشياء التي يجب علينا اتباعها والأشياء التي لا يجب علينا اتباعها. من يستطيع أن يخبرني الآن؟ أحسنتم. The first thing you should to create a strong password. You should to log out after using the computer. You should to tell your parents. والآن من يستطيع أن يخبرني بالأشياء التي لا يجب علينا اتباعها؟ أحسنتم طلابي متميزون. The first thing you shouldn't share your password with anyone. And the second thing, you shouldn't talk to people you don't know. The third thing, you shouldn't download unknown things. أحسنتم. And now, let's start to know some new words. The first word, it's called identity theft. What is the meaning of this word? ماذا ترون في الصورة يا طلابي الأعزاء؟ أحسنتم متميزون. إنه رجل لص يحاول سرقة معلومات شخصية من على جهاز كمبيوتر آخر. نعم، وهذه المعلومات تثبت الهوية. أحسنتم. إذن identity theft تعني سرقة الهوية. When people steal your personal information and pretend to be you. عندما يحاول شخص سرقة معلومات شخصية خاصة بك
ويحاول الادعاء بأنه ذلك الشخص، تسمى Identity Theft، سرقة الهوية. فهمتم يا طلابي الأعزاء؟ أحسنتم. The second word is called addiction. What is the meaning of addiction? من يستطيع الإجابة؟ أحسنتم. كما ترون بالصورة، متميزون، تعني الإدمان. When someone use the internet so much، عندما يستخدم شخص الإنترنت بكثرة، فهذا يعني الإدمان، addiction. أحسنتم. The third word is called bullying. Bullying. It means when people say bad things about you. عندما يقول أي شخص ألفاظ سيئة أو قبيحة لشخص آخر، هذا يسمى تنمر. It's called bullying. حسناً، إذا تعرفنا الآن على bullying, addiction, identity theft. وكل هذه الكلمات يا طلابي الأعزاء تعتبر لا يجب علينا القيام بها، لأن كل هذه الأشياء خاطئة. لا يجب علينا أن نمكث لفترات طويلة على الكمبيوتر أو الجهاز الموبايل أو الإنترنت، ولا يجب علينا سرقة أي معلومات شخصية لأي شخص آخر، لأن هذه الأشياء خاطئة. وأيضا لا يجب علينا أن نقوم بإساءة لأي شخص، فهذا يسمى تنمر. حسنا، أرجو أن تكون قد استفدتم اليوم، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.